أيها الأخوة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الذكر يطرد الشيطان ويقمعه، ويرضي الرحمن ويدني منه، يزيل الهم والغم عن القلب، يجلب له الفرح والغبطة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هذه الآية دقيقة جداً، يعني السعادة كلها بذكر الله، والمعيشة الضنك بالإعراض عن ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا كلام خالق الأكوان. المال وحده لا يسعد وحده، والمرأة وحدها لا تسعد، والمنصب وحده لا يسعد، والصحة وحدها لا تسعد. إن الله يعطي الصحة والذكاء والجمال والقوة للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة، هي تطمئن القلوب، بقدر لأصفيائه.